جبت معي 11 شهيد، عمي ولاد عمي اللزم، بنات عمي واولادهم نازحين من جباليا على المغازي، تم قصفهم من الطيار الاسرائيلي وهم كلهم استشهدوا. ما يقارب 5 مليون دولار عندنا خسائر تقريبا. ومصنع من 1970 والدنا الله يرحمه بنأسس فيه، والحمد لله رب العالمين، ليله وضحاها ما ضل شيء. كأنه كابوس والله يعني، مش احنا كأنه في كابوس بأمانة. الواحد لحتى الآن مش مستوعب ايش اللي صار. يعني القطاع التجاري والاقتصادي والصناعة في غزة بده هيهات، يمكن 50 سنة ما يشم نفسه. لاحظنا الدمار من أجل الدمار، يعني هناك يعني استهداف لكل المباني دون تمييز. نلاحظ يعني استهداف للمباني السكنية، استهداف للمنشآت الصناعية، استهداف لجميع المقدرات الموجودة داخل المخيم. يعني أن نوجه رسالة للمجتمع الدولي بأن يقف مع أهلنا في قطاع غزة. اليوم يعني قطاع غزة يتعرض لهذه الهجمة الكبيرة التي يعني من شأنها يعني إبادة هذا الشعب وإبادة كل مقدراته وإيقاف الحياة في هذه المنطقة. اليوم يجب أن يكون للجميع دور يعني بناء وفاعل من أجل إعادة يعني إنشاء وإعادة الحياة لهذه المنطقة. طبعا احنا بنعاني جدا من قصة النت والاتصالات اللي في القطاع. عندنا مقطوع الاتصال له 8 أيام حاليا، اليوم الثامن على التوالي انقطع الاتصال فينا والانترنت بشكل تام، فبنستخدم ليه الشريحة الإلكترونية الإيسم. احنا يعني بنأمل انهم يرجعوا لنا عشان نبطل نعاني المعاناة هذه، ونصير واحنا قاعدين في المكان اللي احنا مشردين فيه ونازحين فيه نصير نكلم، يعني بلاش نمشي 2 كيلو ونعرض نفسنا للخطر. Hundreds of protesters gathered in northern Israeli city of Haifa and asking the government to stop military operation in Gaza and secure the release of all hostages. And also some relatives of hostages gathered and camped outside a private home of Prime Minister Netanyahu to protest the government's inaction to securing the release of their loved ones. Earlier on Saturday, New York Times quoted 4 senior Israeli army commanders as saying that the dual objectives of freeing the hostages and destroying Hamas are incompatible. The report was soon denied by Israel Defense Forces, saying that the report do not reflect the official position of Israeli army.